طبعا في ناس في حياتنا بتعدي كده، بس ما بتعديش بالسهل، دي كده تقعد جوه قلبنا وتفضل عايشه فيه. طبعا السيره الحلوه دي اهم حاجه اكيد. وعامر منيب الله يرحمه، الله يرحمه، يعني سيرته حلوه ما بين الناس، والناس كلها كانت بتحبه، كبير وصغير محدش كان بيختلف عليه، دي حقيقه، كل الناس كانت بتحبه. اقول لك انا ليه بقى، لانه هو كان اولا مؤدب قوي، طبعا مؤدب، يعني مؤدب دي بقى حط تحتها، ومفيش حد مع انه عصبي جدا على فكره، جدا، بس عنده ثبات انفعالي مش موجود عند حد، ما شفتوش في انسان. الله مهما عصبته، مهما ضايقته، مهما الله يرحمه، مهما عصبته، مهما ضايقته، هو مؤدب قوي. وبعدين خير جدا، يعني انا حكيت موقف قبل كده، كنا مثلا نمشي انا وهو مثلا في عربيته، الكلام ده من مثلا 15 سنه ولا بتاع، يفول العربيه مثلا ب 300 جنيه ويفرق على الناس 2000 جنيه. بص ما شاء الله. بص قد ايه، اقول له طب انت تقدر تدي ده 20 جنيه مثلا، هتبسط قوي برضه، هتبسط بيها برضه. طبعا تدي له ليه 200 جنيه؟ قال لي انت مش عارف، ده هو هروح البيت هيجيب ال 200 جنيه دول لعياله ايه؟ كان بيحاسب الناس، بص بيفكر الناس هتاخد فلوس منه هتعمل بيها ايه؟ يعني انت خلي بالك، احنا برضو الفن لما بياخدك او بالشهره او الفلوس او النجاح او بتاع، التفاصيل قوي دي ما بتجيش على بالنا، يعني احيانا بننساها، صح ولا لا؟ طبعا غصب عنك، يعني كانسان هو ما فيش، هو عايش عشان يبقى هو علاقته بالناس كويسه. وطبعا كان بيصلي على طول وكان جدع وكان جميل وكان قلبه حلو، عشان كده انا بحبه قوي. لو عشان كده سيرته حلوه لحد النهارده، مفيش حد عمرك ما هتلاقي عامر منيب ما يحبوش، دي صعب. في لا فعلا، كل الناس كل ما بتيجي سيره عامر الله يرحمه كل الناس بتتكلم عنه كويس. طب انت اشتغلت معاه طبعا كتير. ما انا بقول لك، اول لحن قبضته فلوس، اول اغنيه بعتها فعليا لمطرب كان عامر منيب، كانت وكان خير بقى في الاجر بتاع اللحن ولا ايه؟ لا هو بص، هو في الفلوس دايما، حتى كان انا عمري ما اتكلمت اصلا لحد في الفلوس، ولا هو شخصيا كنت بكلمه في موضوع الفلوس، لان انا ما كانش علاقتي بيه فلوس خالص. انا كان بالنسبه لي اول لحن ما كنتش لسه عارفه، فبالنسبه لي ان عامر منيب ياخد مني لحن. كان ايه اول لحن عملته لعامر؟ كان اغنيه اسمها ليالي كنت انا خالي ولا كان خالي، اعشق وادوب من قبلك يا غالي، ولا على بالي لتغير حالي من اول مره بقابلك، انا بحلم بيك وبفكر فيك وليلاتي معاك على بالي. بعد كده عملت له اغنيه بتقول ده ما كانش حب وهندم ليه، ولا دمعة واحدة بكيها علي، مادام نسيني يا قلبي خلاص. عملت له أغاني كتير بقى، عملت له أغاني كتير، وأغاني عملت ساعتها لعامر حتة جديدة في تاريخه الفني. أنا كنت شخصياً يعني فخور بيها جداً. لو انت اكيد كمان عشان كنت بتحبه فعايز تعمل له حاجه، بقى وكنت بديله بقى لدرجه ان كنت بديله، حتى كنت انا لسه بقى بعمل الالبوم كده بتاعنا اول حاجه، كنت ابتديت اديله حاجات من البومي، يعني في اغنيه بتقول قالوا لي عليك ما صدقتش لحد، دي ما شفت بعيوني انا اللي عمري ما عشقتش، عشقت عنك وسحروني. دي من الاغاني كانت بتاعتي في الالبوم الاولاني، فابتديت اسرب له اغنيه ورا اغنيه، خد مثلا نص البومي من كتر ما انا فعلا وعادي كنت مسامع عادي، ولا اكن في حاجه، ولا انا مبسوط ان عامر هو اللي بيغنيها. انا كنت بحبه قوي، كنت بحبه وكنت قريب منه، هو كنت انا اقرب واحد ليه يعني من حتى الفتره دي.